ربما سوف تتفاجئون من بين أهم الأنشطة الاقتصادية التي كان يمارسها العرب في جاهلية هي تجارة مع الشعوب المجاورة وخاصة الشام واليمن. في رحلتي الشتاء والصيف، وقد ذكر القرآن الكريم هذه الرحلات التجارية الموسمية بقول تعالى: لا يلف قريش إلا لفهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. السند الرابع: يمثل هذا السند خريطة رحلة العرب التجارية المصحوبة بنصف توضيحي، ومن خلال استثمار المتعلم لهذا السند يكتشف أن رحلة الشتاء والصيف اللتان ذكرتها في سورة قريش هما نشاط تجاري كان يمارسونه العرب في جاهلية مع الدول المجاورة. إذا كان العرب قبل الإسلام قد اشتهروا ببعض الصفات الذميمة كالثأر، فقد اتصفوا أيضا بعادات حميدة كالكرم والشجاعة والصيانة الأمانة وأغاثة السائل. هذا السند الخامس. طبعا لا ننسى شكر تعليمكم. السند الخامس: يمثل هذا السند نص يعدد بعض الصفات الذميمة والصفات الحميدة للعرب قبل الإسلام. الاستنتاج: تسمى الفترة التاريخية قبل ظهور الإسلام بجاهلية، وكان العرب في شبه الجزيرة العربية يقدسون الكعبة، ولعل أبرز ما تتصف به هذه الفترة محاولة أبرهة حبشي هدمها وتحويل الحج لبلاده سنة 571 ميلادي، وهي السنة التي ولد فيها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه كانت في صفحة 28 قرأناها. من بين أهم الأنشطة الاقتصادية التي كان يمارسها العرب في جاهلية هي التجارب. نذكر منها رحلة الشتاء إلى شام ورحلة الصيف إلى اليمن. اتصف العرب قبل الإسلام بصفات ذميمة مثل الثأر، كما اتصفوا بصفات حميدة كالكرم والشجاعة والأمانة. وإغاثة السائل. انتهت صفحة 29.